السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى فاضل بين الأرض ومنازلها وجعل أحبها إليه مواطن عبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. رواه مسلم. وذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين.
والمساجد بيوت الله، أضافها لنفسه تشريفا وتكريما، بناؤها قربة وعبادة، وعد الله من بناها الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. الحديث متفق عليه. قاصدها أجره عظيم، له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفع بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. رواه مسلم. بل ورجوعه منها إلى بيته يكتب له مثل ذلك. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن يكتب لي ممشاي، أريد أن يكتب لي ممشاي من المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ومن أسباب مغفرة الذنوب المشي إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد. متفق عليه. رجل قلبه معلق بالمساجد، أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. وإذا دخل المسلم المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. أعلى الإسلام مكانتها، أي المساجد، وعظم من يقوم بخدمتها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم مسجده، كانت تقوم بنظافته، فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال: دلوني على قبرها. فصلى عليها. رواه البخاري. ومن آداب المساجد أخذ الزينة لها. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولزوم السكينة والوقار في الهيئة والمشية إليها أمر مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعوا وأتوها تمشون عليكم السكينة.
متفق عليه. وإذا وصلها تشريفا لها يقدم رجلها اليمنى، رجله اليمنى. إذا ما أتيت إلى المسجد تشريفا لبيت الله فعليك أن تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، رواه مسلم. وتحية لها من دخلها لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والصفوف المقدمة فيها يتنافس إليها المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه مسلم. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بالنافلة مطلقا. إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلا يجوز الابتداء بالنافلة مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ومن كان قد بدأ بالنافلة قبل الإقامة فإن لم يبق من النافلة إلا أقل من ركعة أتمها خفيفة، وإن بقي عليه أكثر من ركعة قطعها ودخل مع الإمام في الفريضة. والملائكة تشهد المساجد وتستمع الخطب وتحف مجالس العلم فيها، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والمساجد تهدأ فيها الروح وتسكن، فلا يرفع فيها صوت نزاع أو خصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، أي لا تكونوا في المساجد، فما بالكم بمن أحضر معه طفلا دون سن السابعة وتركه يؤذي المصلين بصياحه ولعبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه أحسن ما يكون التبليغ، ونصح الأمة خير نصيحة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أما بعد، هكذا أيها الإخوة الأحباب، المساجد بيوت الله في أرضه،
قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال أحد السلف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأحسنوا الظن به. يعني عندما تجد الرجل دائما يذهب إلى المسجد علينا أن نحسن الظن به أنه مؤمن. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بنعمة الهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب الصحة والسلامة لعبادك الموحدين. اللهم من كان منا مريضا اللهم داوه بدوائك واشفه بشفائك. اللهم اكتب الصحة والسلامة لجميع مرضى المسلمين ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. تبرعات من اجل استووا واعتدلوا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعه، وصلوا صلاه مودع. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله،
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.